السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم انا دوما جامد زينكم فيديو جديد بصراحه جديد وصراحه على ان تحميل كاستم سوري او قصه مخصصه لعبه امنياجيا. وقلت لكم في تختيم لعبه امنياجيا في نهايه المقطع في شيء في اللعبه اسمها كاستم ستوري، وقلت لكم راح نشرح عنها، وفي هذا الشرح راح اقول لكم كيف تحملوها. اول شيء تروحون جوجل تكتبون كاستم ستوري انتر، راح يطلع لكم كذا مود امنياجيا ذا دارك ريسنت مود دي بي. اوكي راح احط لكم رابط تحت الديسكربشن، وهذا كل الكاستم ستوري، يعني تختار القصه اللي يعجبك بعدين تحملها. طبعا مو كل القصه طبعا يعني رفعوها، يعني رفع التحميل حقها. يعني شوف هذه، يعني شوف هذا ما رفع التحميل حقها، يعني مو كل القصه، يعني مو كل القصه، يعني قصص محدده. عرفت كيف؟ شوف الصفحه الثانيه في 26 صفحه، يعني في اكثر من قصه. نختار طيب اوكي حصلون زي كذا، تضغطون عليه حصلون كلمة داونلود، راح عند كلمة داونلود تنتظروا يحمل، اذا ما حمل تضغطون على ذي الكلمة. اوكي وش ذا داونلود زون؟ لا لا وين؟ اوكي داونلود، نجرب حركة ثانية هذي. يس نفعت. تحميل هات لكم كذا، تضغطوا بدأ تحميل، تتركوا لين ما يحمل. اوكي انا بوقف الفيديو لين ما يحمل. اوكي اوكي باك شباب، بعد التحميل زي ما شايفين هذه هي القصة، راح تعلقكم على شكل وينرر. تفتحوها راح يطلع داخل الملف الاصفر، هذه القصة، هذا كل خلاص القصة. انتوا اهم شيء عندكم الملف الاصفر هذا. اوكي وش تسوون الحين؟ روحون امنيجيا كليك يمين فتح موقع الملف، تطلعون فوق شوي تحصلون شيء اسمه كاستم ستوري، تضغطون عليه وده على جنب وهذا على جنب، تاخذون الملف الاصفر وتنسخوه هنا، تشيلوه تحطوه هنا. الحين راح يحمل، يعني ما لازم انك تستخرج الملف في سطح المكتب على طول، يعني حطوه هنا على طول. اوكي قرب 93 98 99 100. اوكي اتنسخت هنا، نقفل هذا ونقفل هذا، والحين نجرب نفتح اللعبة ونشوفكم في اللعبة. اوكي باك شباب، رجعت لكم بعد فتح لعبة امنياجيا، او مفتحون لعبة امنياجيا تروحون كاستم ستوري وتحصلون القصة هذه، تضغطون دبل كليك راح تحصلون صورة عن القصة وكلام عن القصة. تضغط ستارت تبغى تلعب، دوس كنسل اذا ما تبغى. اوكي انا دوس كنسل وبس. هذا كان عندي، اتمنى لايك سبسكرايب كومنت. كان معكم مهند او مهند جيمر، في امان الله.